هذا الامر سوف ينتقل الى جامعه عين شمس وما الى ذلك. يعني اعتقد ان كل الجامعات المصريه هتاخد بيه في الفتره القادمه عشان المساله زادت عن حدها. طيب هنشوف من جريده الشروق: توكيلات الرئاسه بتزداد وصباحي بيشكو العراقيل المتواصله. واحنا شايفين كمان في صوره الشروق حمدين صباحي وبيعمل الفيش الكتروني او فيش الفيش الفيش والتشبيه زي ما بيقولوا من صيغه او كصيغه من مصوغات التقدم الى انتخابات الرئاسه. عندي تعليق صغير على الموضوع ده استاذ عطف. اتفضل. يعني حضرتك لما تقول عندي عراقيل، مش يجب عليك ان انت تبرز هذه العراقيل، تقول حصل لي 1 2 3 4 وتقدمها في بيان رسمي حتى تستطيع في يوم من الايام انك تقدمها اللجنه العليا وتشكو ما وقع عليك من ظلم؟ هم بالفعل حمله حمدين صباحي راحت وعملت بعض المحاضر. اي بس لما ترى حضرتك مبني الخبر عفوا المقاطعه يعني بقول لك حمله المرشح المضاد منعوني ان انا اخش المكان ده. هو حضرتك لسه هل في حمله دشينت بشكل رسمي عشان تقول حمله الشخص المضاد؟ لا ده مش بس كده، دول اتهموا كمان بعض موظفي الشهر العقاري بانهم بالتواطؤ او انهم اخوان او انهم كان بعض الموظفين عاملين اضراب، فانتوا مش عايزين تعملوا لنا توكيلات يبقى انتوا ضدنا، يبقى انتوا مع المرشح الاخر. خلينا نقول انها يعني ما ننزعجش، خلينا ما ننزعجش كثيرا من هذا الامر. خلينا نقول ان السباق الرئاسي بدا بدايه سخينه جدا. خلينا نقول بس ان يعني ايه حمله حمدين صباحي عندها احساس شويه كده ان الناس متعاطفه بالظلم شويه مش كده؟ بالظلم كتير مش شويه، وشايفين ان الناس متعاطفه بشكل كبير مع المرشح الاخر. مش عايزين نوجه اقول ده يعني عشان ما اقولش ان احنا خلينا على الحياد يعني. لا احنا على الحياد، احنا بنتكلم الواقع اللي موجود الملموس. احنا الملموس والعهد على يعني كلام حضرتك يعني احنا او ده راي حضرتك يعني عشان رأي عشان تعرفين ان الحرج يعني. لا ده رايي انا ورايي انا وقصه برضه الحياد دي ما تخليناش ان احنا طول الوقت يعني ماشيين على حبل مشدود قوي وقلقانين ان احنا نوصف الواقع بصورته الكامله للناس. احنا مش مع حد ومش ضد حد، بالعكس كده. بس التوازن مش هيبقى توازن بشكل دقيق للشعب المصري اللي عايزه هو اللي هيكون، ومش عايزين يعني. ومش عايزين المساله ما هيش توازن بشكل دقيق. لو حطيت نقطه هنا لازم تحط نقطه هنا، لو حطيت حرف هنا لازم تحط حرف هنا. لا المساله برضو يعني ايه، انت بتنقل الراي العام وبتعبر عنه وبتعكسه في الاعلام. احنا اعلام قومي سواء حضرتك او المجله اللي انا شغال فيها طبعا. فاحنا بنتوخى جدا المصداقيه وبنتوخى الموضوعيه. ده ما يمنعناش ان احنا نقول ونجري بحوث للراي ونجري استطلاعات للراي ونقول يا جماعه ده في واحد عنده 60%، واحد عنده 40%، واحد عنده 30%. الديمقراطيات بتعمل كده يعني. يعني بالظبط كده يعني احنا لقينا التجربه جديده علينا شويه. ما تفرقش اكتر من نص من 1 من 10 او 2 من 10 في استطلاعات رايهم بتكون حقيقيه وفي مكانها. ده في الخارج. في الخارج بس بيبقى المساله هناك في بتبقى غالبا حزبين اقوياء جدا او في مرشحين قريبين قوي لبعض. ليه؟ لانهم عندهم ديمقراطيه قديمه وعتيده. احنا لسه بندور هنا على ديمقراطيه الزعيم. بالمناسبه دي يعني احنا عندنا 2 بس ولا يكون عندنا اكتر من 2 في الترشح بشكل حقيقي يعني. بشكل حقيقي حتى هذه اللحظه احنا عندنا 2 حتى طيب. هذه اللحظه خلينا نشوف من مصر اليوم قسم التشريع بمجلس الدوله. ده هنمر عليه مرور الكرام عشان احنا يعني تناقشنا قسم التشريع بمجلس الدوله بينهي تعديلات قانون الارهاب ويرسلها للحكومه ومصادر الاعدام عقوبه مرتكب الجرائم الارهابيه وتسهيل مهمه مأموري الضبط القضائي. زي ما حضرتك قلت بالظبط الكلام اللي حضرتك قلته هو اللي منشور في المصر اليوم. خلينا نشوف اليوم السابع بقى: أنباء عن تولي بشر منصب مرشد الإخوان تثير جدلا في الشارع السياسي والجماعة تمتنع عن التعليق والقيادي لا يرد. ومصادر المادة 36 من القانون المنظم لهذه الجماعة تحسم بقاء بديع في منصبه، يعني لم يخلو خلو المنصب. ونوح بشر لا يمكن أن يتولى أي منصب من المناصب القيادية بالإخوان. ولو ان الخبر ما يهمناش كتير بس حضرتك اتفضل على علي. يعني محمد علي بشر وجه مقبول الى حد ما في الشارع المصري رغم انتمائه لجماعه الاخوان المسلمين. هو كان في الفتره اللي فاتت كان عنوان للمصالحات او الحوار مع الجماعه بشكل او باخر، وكان دايما بيظهر في الصوره او في المشهد مع شخص اخر هو عمرو دراج، انهم ممكن يتم دايما المقابلات الرسميه كانت عندهم هم. بالظبط كده، كانوا هم يعني الوجه الاخر او الحمائم في جماعه الاخوان المسلمين. وكانوا بيظهروا دائما ان هم منوط بيهم هم الحوار عن الجماعه
في امور المصالحه وما الى ذلك. علي بش محمد علي بشر كان محافظ وكان وزير، لم يتم اتهامه بشكل او باخر الى هذه اللحظه، لم يمنع من السفر. لكن انا بشكك في الخبر، مش عارف، انا بشكك في الخبر، مش شايف ان في مصداقيه. اولا ان المساله تتعلق بالتنظيم الداخلي لجماعه الاخوان المسلمين، وزي ما قال نوح وزي ما قال مختار نوح، من اطلع على الهيكل الداخلي ليهم، هو ما هواش من القيادات او حتى من النواب طبقا للائحه الداخليه بتاعتهم ان هو يتولى المهمه. بالظبط زي ما حضرتك كده بتقول، ما هوش قيادي بارز حتى يتم ترشيحه لهذا الامر. انا شايف ان المساله لا تعدو اكثر من تسريب للمناوره بشكل او باخر، يد تبني ويد ما اعرفش ايه تحمل السلاح، حاجه كده. احنا هو يعني الوجه الـ بتاعنا ده زي ما بقول لحضرتك الحمائم، بنصدره للمشهد عشان نقول للناس احنا لا احنا برضو ممكن نتصالح. ده التفجير بتاع جامعه القاهره يعني. وأدل التفجير بتاع جامعة القاهرة. وأنا بس برضو عايز أقول ملاحظة عابرة هنا كده، لا جرانوش عشان أنا قوم على ألا تعدله. قد يكون في بعض هذه العمليات الإرهابية، أنا بقول قد يكون، الإخوان المسلمين ما لهمش صلة مباشرة بيها، وإن الجماعات التكفيرية زي ما قلت لحضرتك في البداية اللي جت من سيناء أو اللي دخلت المحافظات هي اللي بتولى هذا الأمر، لأنها يعني بتعتبر المسألة أكتر من مجرد دفاع عن الشرعية التي سقطت أو عن مرسي اللي لا، هم بيعتبروا أن مشاريعهم كلهم وأحلامهم كلهم في مشاريعهم تم تقويضها من خلال الجيش ومن خلال الشرطة، وبالتالي بيحاولوا يستهدفوا بشكل أو بآخر الشرطة والجيش بشكل أساسي. ممكن يطلع رأي يرد على حضرتك ويقول لك ما هو نشط، أو الموضوع ما نشطش غير بعد ما جابهم مرسي وطلعهم من السجون، وبعد ما عزل نشطت. طب صح تاني. الكلام اللي حضرتك بتقوله صح، لا برضو. الكلام ده اللي بيتقال ده صح مزبوط. لان هم مرسي والجماعه كانوا بيعتبروا هؤلاء امتداد ليهم، وكانوا بيعتبروهم انهم ظلموا بشكل او باخر، وكانوا بيعتبروهم كمان انهم بيدافعوا زيهم عن مشروع الخلافه والدوله الاسلاميه. طيب ناخد الخبر من جريده الاخبار، وكمان ناخد خبر يوم السابع، بعد كده نعلق عليهم مع بعض عشان هم في نفس السياق. من جريده الاخبار، الارهابيه بتطالب بريطانيا بعدم الخضوع للضغوط الدولية اللي مورست عليها، وياسر السري وإبراهيم منير أبرز الهاربين في لندن. ومن جريدة اليوم السابع، منظمة العفو الدولية تواصل حملة الهجوم على مصر والدفاع عن الإخوان. الجارديان، قرار رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون بالتحقيق في أنشطة الجماعة قد يأتي بنتائج عكسية لها أثر بالغ. شايف الموضوع إزاي؟ مش بيناقض نفسه؟ لا أنا مش شايفه بيناقض نفسه. هي بريطانيا أو لندن كانت طول عمرها من التسعينات أو من الثمانينات القرن الماضي هي ملجأ لجماعة الإخوان، وهي ملجأ للإرهابيين، كانت بتمنحهم حق اللجوء السياسي، وكانت الحكومة البريطانية بتديهم إعانات إعاشة وإعانات بطالة وما إلى ذلك. بريطانيا ما كانتش أعتقد إن لم يعني إن لم أخطئ يعني أن بريطانيا غير موقعة على مواثيق أو عقود تسليم المجرمين، التسليم أو التعاون ما بينها مصر وما بين دول العرب بالضبط زي ما حضرتك كده بتقول. وبالتالي عندما كان يطلب منها تسليم مجرم أو حتى لو صدر عليه حكم وحكم بالإعدام زي ياسر السري كده، ما كانش بتسلمه، كانوا موجودين وبيعيشوا هناك فسادا. ياسر السري عامل المرصد الإعلامي من هناك وبيحارب الدولة المصرية من سنوات عديدة. يوسف ندى اللي هو طيب. عفوا مقاطعة صغيرة عشان احنا يعني قدامنا خلاص أقل من نص دقيقة. هل الخبر ده هيجيب أثر يعني أثار ونتائج حقيقية على أرض الواقع؟ هيكون ليه أثر بالغ في نفوسهم؟ هيحد من نشاطهم؟ نشاط الإخوان؟ طبعا كل دي ضربات بتوجه للاخوان بشكل او باخر، لازم هتحد من نشاطهم ولازم يعني هتاثر فيهم. يعني لو انجلترا طردتهم هيروحوا فين؟ ما طردتهمش انجلترا، مش هتاخد هذا القرار بهذه السهوله اللي احنا متصورينها او متخيلينها. هي مجرد بتفتح تحقيق، قد يسفر هذا التحقيق عن لا شيء، انما مش يعني ما ننتظرش كثيرا من هذا، رغم ان في جهود من بعض النشطاء من هنا، مش مع بريطانيا بس، مع خمس دول اوروبيه ثانيه لفتح مثل هذا التحقيق او للتعامل مع الجماعه وطردها من أوروبا بشكل أو بآخر. شكرا يعني جزيلا أستاذ عاطف، وأكيد طالما قطر في المشهد وبتدعو كمان من لديها من هذه الجماعة الإرهابية إن هم يروحوا لندن عشان الضغط العربي اللي عليها وسحب السفراء ربما يكون جايب أثر معاهم. قطر الضغوط الدولية، قطر بتشتغل في اتجاهات كتير قوي، قطر بتشتغل في السودان وبتشتغل في تركيا وبتشتغل في أوروبا، شغالة يعني. خير إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذه التعليقات الأستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر، شرفتنا أستاذ عاطف. شكرا ليك. شكرا يا فندم، تعليق متميز يا فندم على هذه الأخبار. إن شاء الله نتواصل مع حضرتك في برامج لاحقة بإذن الله. شكرا جزيلا ليك، صباح الخير.